اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله مش حاجه طويله يعني، بس انا كان النهارده عاوز اركز على الجزئيه الخاصه بي، شويه الحاجات الخاصه بالبنيه. يعني اكتر الناس اللي بيتعاملوا مع بريكس جديد بتفرق معاهم ان هم في بعض الامكانيات اللي موجوده في بنيه الصفحه هي اللي بتقع منهم شويه، فالاسئله دايما بتبقى في الحته دي، والحته دي مهمه عشان اقدر اعمل استراكشر كويسه للصفحه. فمبدئيا كده احنا هنروح نعمل صفحة جديدة وهنبدأ نشتغل على حاجة زي كده. دي طبعا زي لاندنج بيج او حاجة زي كده، بس انا الفكرة مش في المحتوى بتاعها، الفكرة في التقسيم بتاعها، لان انا عايز اتعود على اشكال مختلفة من الاستراكشر او البنية وازاي اتعامل معاها بشكل متجاوب برضه. فهي دي الفكرة الاساسية في الموضوع عندي. فاحنا نعمل صفحة كده، ونعمل edit with bricks، احنا قبل ما نبدأ عشان نشتغل على بريكس واحنا مرتاحين في شوية امور كده نحددها. يعني ايه اللي هي؟ زي ما قلنا كده الجلوبال سيتنج، يعني الحاجات اللي هنستخدمها بقى كتير، اللي هي غالبا بتكون الالوان والخطوط، الحاجات اللي هي زي كده يعني. فاحنا يفضل دايما من البدايه كده نبقى عارفين احنا هنعمل ايه. فاول ما افتح الصفحه انا هروح على السيتنج على طول، واروح على الثيم ستايل واعمل ستايل جديد. تمام، ادي له اسم وليكن انا اسميه جلوبال بس، وهنا ابدا احط اي حاجه هتبقى ماشيه على الموقع كله او على الصفحه دي تحديدا لو احنا عاملين الستايل للصفحه يعني. فانا دلوقتي هبدأ أظبط الحاجات. طب أنا في حاجات ممكن بعد شوية أفتكرها أو كده، مفيش مشكلة يعني. هي الفكرة إن أنا إيه، بظبط ستايل اسمه جلوبال وأقول له إن ده هيبقى على إيه؟ هيبقى على الموقع كله ولا حاجات معينة؟ أنا هخليه حاليًا على الموقع كله. يبقى دي أول جزئيتين بنعملهم، نعمل ستايل ونحدد هيظهر فين. بعد كده بنشوف الألوان بتاعتنا، يعني إيه؟ أولًا في هنا فيها الجنرال، الألوان الخلفية لونها إيه والحاجات دي، بس أنا قبل ده كله هروح عند الكالرز هنا وابدا احدد الالوان بتاعتي في الالوان دي. طبعا احنا نقدر نبيك الالوان كلها من اي اداه من الادوات بتاعتنا. فاحنا عندنا الكحلي ده مثلا لون، فممكن اخده كوبي كده واروح على اللون الاولاني، احط اللون في مكانه هنا اللون الاولاني. ابدا اروح اشوف الوان تانية، يعني في اللون السماوي ده ناخده كده. هو اللون السماوي ده اصلا هتلاقيه لون مش كده بالظبط، هو لون غامق بس هو عامل له اوباسيتي او ترانسبيرنسي. فاحنا لو عايزين نعرف اللون بالظبط هنيجي نعمل انسبكت للصفحه. تمام، ونيجي عند المكان ده كده هنلاقي اللون بالظبط اهو، اللي هو اللون ده. تمام، اللون ده يعني دي القيم بتاعته، هي دي الفكرة كلها ان هو عاملها قيم كده. ولكن احنا ممكن ناخد لون قريب منه وبعد كده نبدأ احنا برضو نفتح. احنا مش لازم ناخد كل الحاجات بالملي يعني، ولكن احنا هنحط الحاجات كده ونبدأ نتحكم فيها او نغيرها تبعا للمشروع. هنيجي تحت شوية هنلاقي في النص ده كده، في نصوص هنا الوانها برضو مختلفة شوية فاتحة. فاحنا هنيجي عند اللون ده ناخده ونخليه كده. لو في اي الوان تانية نبدأ ناخدها، طبعا الالوان دي كلها مشتركة يعني. اللون اللي فوق هو تقريبا نفس اللون ده بس مفتحينه، يعني احنا ناخد اللون ده بتاع الخلفية ده ونحطه في الالوان هنا. يعني تبدأ تشوف ما فيش أكتر من كده ألوان، وهنحط معاهم الأسود والأبيض، دي ألوان ما بنستغناش عنها. الأسود ممكن يكون يعني أسود صريح قوي أو أسود إلا حاجة بسيطة يعني، وده الأبيض وده الأسود. طبعا الأبيض 6F أو 3F والأسود 6-0 أو 3-0. خلاص، فدي أول جزء خاص بينا. يبقى إحنا عملنا البالت بتاعت الالوان بتاعتنا عشان نبقوا جاهزين بقى، مش هنقعد كل شويه نغير في الالوان. فده الجزء الاول. الجزء الثاني هو الجزء الخاص بالتايبوجرافي،
علشان برضو نريح دماغنا من ان كل شويه نختار. هنشوف ايه الخطوط الموجوده في الصفحه. طبعا هم نوعين، يا اما نوع واحد هو خط واحد على الكل، يا اما خط للعناوين وخط للنصوص. هنا غالبا هو حاطط واحد للعناوين وواحد للنصوص، فهنشوف الخط الاولاني ده منتصرات، طبعا ده موجود من خطوط جوجل. هنيجي هنا نقول له ان العناوين هتبقى الفونت بتاعها المنتصرات، بص بيبقى ايه العناوين كده. الجزء الثاني الخط الثاني اللي هو ده بي تي سيرف، ده الخط اللي هو بتاع النصوص نفسها. هنيجي كده ونحدد بي تي سيرف اللي هو ده. نقدر نحدد للنص برضو يعني مبدئيا كده هو كام الفونت سايز قد ايه، ممكن نحدده مبدئيا ب 15 بيكسل. اللون بتاعه ايه؟ مبدئيا احنا حطينا الالوان بتاعتنا، تمام. نقدر ان احنا نشوف اي لون من الالوان الموجوده. لما نحفظ كده نجيب الالوان الخاصه بينا. يعني دي الحاجات الاساسيه. نعمل سيف خلاص. وبالتالي كده هنبدا نعمل الحاجه الثانيه اللي عاوزين نعملها. احنا مبدئيا كده عندنا في سكاشن، يعني الموقع من الواضح انه بيتكون من سكاشن. احنا لو هنعمل موقع كامل يبقى الهيدر ده هيبقى مشترك، بس احنا دلوقتي هنعمل لاندنج بيج، فهنعتبر ان ده مش هيدر، هنعتبره جزء من الصفحه لان هو مش مشترك مع صفحات تانية، فهنعمله جوه الصفحه بتاعتنا، فده هنعتبره سيكشن جوه الصفحه مش هيدر مشترك حاليا بالنسبه للمشروع ده. فده اول جزء، تمام. ده سيكشن رقم واحد اللي هو ده. طبعا جواه في لوجو وفي زي كده التنقل الصفحه وفي الكول تو اكشن او الباتون ده اللي بيخليك تعمل ريكويست اكول باك، تمام. بعد كده في الهيرو ده اللي فيه النص ده، وبعدين بننزل تحت هنلاقي في القسم ده في نص صوره، وبعد كده صوره نص، تمام. يبقى ده تالت حاجه. وبعدين رابع حاجه الكلاينتس او كده عباره عن شويه لوجوز، وبعدين القسم الخاص بالاتصال حاجات زي كده، والفريق العمل حاجات. طبعا ايه يعني احنا نشوف حاجات اللي هي مش يعني في حاجات مكرره، فاحنا خلينا في الحاجات اللي مش مكرره نعملها. هنبدا مع بعض بالجزء اللي فوق خالص. الجزء اللي فوق خالص ده جزء هيدر اصلا، يعني المفروض نعمله كتمبلت خاص بالهيدر، ولكن احنا هنا هنعمله جوه الصفحه على اساس انه يخص الصفحه فقط، وهو تنقل داخلي جوه الصفحه دي تحديدا. يعني هو ما دام تنقل داخلي جوه الصفحه فهو لا يخص الصفحات الاخرى يعني، تمام، لان ده انترنال نافيجيشن يعني. فاللي هنبدا بيه ان احنا نعمل القسم ده مبدئيا. هنيجي نحط السكشن بتاعنا خلاص. بعد ما نعمل السكشن مبدئيا برضو هنكتب ايه هيدر، عشان خاطر دايما نبقى يعني مخلصين اول باول الحاجات دي. الهيدر هنا بيبقى ليه اصلا يعني حاجه ثابته. تعالوا ندخل المنيو دي نقفلها ونقفل هتلاقي ان السكشن بيبقى دايما فول ويدث من الاول للاخر، وفي النص هتلاقي فيه بينزل معاه بشكل تلقائي الكونتينر ده. الكونتينر ده جوه اللي هو بيحدد الجزء اللي هنحط فيه المحتوى جوه الكونتينر، بحيث ان المحتوى ما يبقاش من اليمين قوي للشمال قوي، يعني ما يبقاش شمالي ده. لو انا عايز يكون المحتوى فول ويدث خلاص باجي عند الكونتينر دي وامسحها عادي جدا، فهلاقي ان خلاص انا كده اصبح فول ويدث، بحط المحتوى بتاعي بشكل كامل، فهو بيحطه بشكل تلقائي. الحاجة التانية إن أنا هخلي الكونتينر، بس أنا عايز أكبر الكونتينر أو أغير حجمه، يبقى دي الحاجة التانية اللي هنعملها في الستايل، تمام. هنروح للستايل، وهنروح للستايل بتاعنا اللي هو الجلوبال. هننزل تحت عند الكونتينر. الكونتينر في الطبيعي واخد 1100 بكسل، تمام، اللي هو الرقم اللي هو حاطه ده، ولكن أنا عايز الكونتينر بتاعي الطبيعي بتاعه لما ينزل ما ينزلش 1100 بكسل، عاوز ينزل أقل أو أكتر براحتي يعني، تمام. فأنا ممكن أعمله 1200 بكسل فهيكبر أهو، مفيش مشكلة. عاوز أخليه 900 بكسل، أنا بتحكم في الكونتينر اللي جوه من خلال الستايل بثبته، بحيث إن أي حاجة بعد كده لما أجي أنزل أي سيكشن خلاص هينزل بنفس الكلام، هينزل بنفس الكلام. الكونتينر خد المعيار ده، أما المعيار الثابت هو 1100 بكسل، ده طبقا للبوت ستراب، يعني ده زي كده ستاندرد موجود عشان هو مبني على حاجة زي كده، فده العادي يعني خلاص. فده الجزء الخاص بكده. الحاجة التانية إن أنا ممكن اجي عند الكونتينر وادي له نسبة تانية، مثلا اقول له 90% بحيث ان هو ياخد نسبة مئوية، يعني الصفحة
تطول تعرض او تقل شويه، هو برضو واخد نفس ال 90% بدل ما ياخد نسبه ثابته. ده هيبقى مناسب لو انا اشتغلت على ايه؟ على التجاوب، هلاقي واخد 90% بيصغر مع حجم الايه؟ مع حجم الشاشه، بياخد 90% من حجم الشاشه. فانا كده حددت ان الكونتينر اللي جوه السكشن دايما تخليه في حدود ال 90%، فبيمشي معايا على حسب حجم الشاشه. فدي برضو جزء خاص بان انا لما اعمل بنيه ممكن اتحكم في ده. فانا هثبتها على مثلا 90% او على حسب المحتوى. يعني احنا نشوف المحتوى بتاعنا دايما هو حاطه ايه، ومن الواضح ان هو حاطه حاجه ثابته، فانت بتشوف المحتوى بتاعك غالبا واخد قد ايه، هتلاقيه واخد ال 1100 اللي هم العاديين، لان ده ستاندرد يعني مبني عليه. انت عاوز تغيره غيره، مش تغيره خلاص تمام. فاحنا هنخليه زي ما هو وهنتعامل على الوضع ده، نخليه 1100. كده هيبقى العادي. هنفتح شجرة الموقع كده ونقفل السكاشن دي. خلينا في السكشن الأول. مهندس معلش أنا كان عندي سؤال. اتفضل أستاذ محمد. طب إحنا دلوقتي طبعًا على الفيو بورت اللي هو الديسك توب، فإحنا عاملين الكونتينر اللي هو الديفولت ويدث بتاعه 1100. طب دلوقتي يبقى عامل إزاي لما نروح على الموبايل؟ تمام. هو أنا دلوقتي الكونتينر أهو، لو أنا جيت كده عشان أوضح الكونتينر هدي له باك جراوند سريع بس كده مؤقتا. تمام. بالشكل ده لما اجي اعمل كده شايف هو بيبدأ ان هو ياخد الشكل 100% ده اللي هو الطبيعي تمام، لان هو معمول التلقائي بتاعه كده، التلقائي بتاعه هياخد 100% تمام لما يظهر. لكن لو انا عايز اغير ده بروح هنا في الثيم ستايل وهاجي على هي ال 1100 دي هي ال 100% يعني. ال 1100 بالنسبه للديسك توب، وبعدين هو عاملها ان هي تبقى على باقي الفيو بورت تبقى في 100%. يعني الديفولت ان انا الديفولت ان هو بيبقى 100% على الفيو بورت الثانيه. بالظبط كده. بالظبط. انا بقى عاوز اعرف، باجي على الويث هنا ممكن اعمله 800. خلاص عملت 800. وعلى الفيو بورت الثاني اجي بقى عليه اقول له على الثاني خليه 500. اجي على الثالثه دي هيبقى ايه؟ هو بيبقى دايما تبع اللي قبله الا اذا انت غيرته، يعني هيفضل 500 الا لو انت غيرته. انا شايفه تمام. اجي عند الموبايل هقول له لا انا عاوز ده 300. تمام. فانا كده كل واحد هيبقى ليه حجم على حسب الايه، القيمه اللي انا حطيتها ليه في الفيو بورت ده. تمام. مش مستنيين بس فانت ممكن تحط لها، هو العادي بتاعه الاساسي الستاندرد هو بيبقى 1100 على لما الشاشه بتكون كبيره، وبعد كده بياخد 100% من الفيو بورت. الا لو انا بقى عملت القيم دي غيرت فيها من هنا، بس عملت لكل فيو بورت مقاس معين مناسب ليه. انا دلوقتي على الديسك توب تمام، رحت على التابلت بورتري تمام، الموبايل لاندسكيب كل ده تيجي هنا تغير. يعني الموبايل لاندسكيب واخد اللي قبليه، ممكن اغيره اقول له لا انا عاوزه هنا شوف 10 بكسل اي حاجه، يعني شوف اجي هنا اكبر شويه، هنا 10 بكسل، هنا 500 بكسل، هنا 800 بكسل. انا اللي انا بعمله وانا اثناء وجودي على الفيو بورت بيخص الفيو بورت ده بس. فاحنا هنشيل الجزء الخاص به كل ال الكونتينر، يعني هنرجعه لأصله تاني. ادي الكونتينر كده حاجه هنا، هنا هنشيل، بتشيله من كل ايه بقى؟ بتشيل من كل الحاجات عشان يرجع، يعني مش هشيل بس من الديسك توب. انا باجي على الديسك توب اقول له شيل التعديل اللي انا عملته، وهنا واشيل التعديل اللي انا عملته، واشيله منين؟ عن طريق العلامه اللي بتطلع هنا الصفراء اعمل لها اكس، فخلاص كده بيرجع الموضوع الاصل. تمام. دي الفكره كلها. وهنا هاجي على الباك جراوند خلاص اشيلها برده من هنا عشان نرجع للاصل ده. تمام. فاحنا بنغير الستاندرد بتاع الحاجات دي على اساس ما احنا زي ما احنا عايزين. طيب انا دلوقتي عندنا
طبعا ممكن نعمل ريموف اول من هنا عادي جدا ونبدا من الاول. الحاجه الثانيه، انا عندي السكاشن دي، هل السكاشن دي انا عايزها تنزل بمعايير معينه؟ ما انا ممكن السكشن مش كل ما ينزل سكشن هعمل الحاجات بتاعته، ممكن السكشن عاوز يبقى ليه بادنج معين او حاجات زي كده، برضو انا اقدر اجي هنا واحط زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت على الجزء ده على الاليمنت سكشن هنا، احط ايه، اقول له السكشن هيبقى فيه مثلا بادنج في حاجه معينه، العرض بتاعه هيبقى كذا، كل الكلام ده ممكن اعدله من هنا. طيب تعالوا نروح نعمل اول جزء، اول سكشن احنا دلوقتي سمينا هيدر. طبعا انت لما بتسمي هيدر هنا، لما بتدي تدوس على القسم من هنا كده السكشن، هتلاقيه من هنا ايه اسم السكشن عادي جدا وتمام، وبتبدا تعمل عليه الاعداد بتاعتك. احنا ما بنعملش تنسيق، يعني ايه، على احنا نعمل الحاجات كده نشوف احنا عاوزين نعمل ايه وبعد كده نبدا ننسق الجزء بتاعنا. طيب احنا دلوقتي اول حاجه هنعملها المحتوى ايه اللي جوه ده. طيب هو السكشن بتاع الهيدر ده عموما هو متوسطا اهو، يعني هو واخد نفس تقريبا المسافه، يعني هنا واخد 1000، يعني هو تقريبا 1100 وحاجه، قريب من الجزء بتاعنا اللي احنا عاوزين نعمله. ال 1100 وحاجه دول فيهم 3 عناصر، العناصر دي احنا هنقسمها ازاي؟ دي بقى فكره الاستراكشر اللي احنا عاوزين نعمله. اولا انت دايما تشوف ايه المجموعات اللي مع بعضيها، يعني انا اللوجو ده حاجه والمنيو ده حاجه والزرار ده حاجه ثالثه، ولكن انا عندي الاتنين دول يعتبروا مجموعه واحده اللي هم ايه دول، تمام، وده مجموعه لوحده على ده على اليمين ودول على الشمال، يبقى انا كده عملت الاستراكشر بتاعتي، هيبقى في ديف على اليمين وديف على الشمال، يعني في عمود على اليمين وعمود على الشمال، والعمود اللي على اليمين ما فيهوش غير الزر ده الباتون، واللي على اليسار ده في اتنين حاجتين جنب بعض اللي هو اللوجو وكده. يبقى دي التقسيمه بتاعتنا، ان احنا هنحط عمودين وكل عمود فيه المحتويات بتاعته، تمام. طيب تعالوا نرجع ونعمل القصه دي. هاجي هنا جوه الكونتينر، طبعا لازم اتاكد ان جوه الكونتينر يعني، وهاجي اعمل اد. طيب العمود هنا معناه ايه؟ العمود هنا اللي هو البلوك، انت هتحط بلوك. طيب انا اقعد احط هنا بقى واتلخبط مش عارف حاطط جوه ايه ولا فوق ايه، فنجي هنا اسهل حاجه عند الشجره دي واحطه تحت الكونتينر، خلاص كده انا حطيت واحد، واجيب واحد تاني بلوك جنبيه اللي هو تحتيه، يعني من هنا تحتيه بالظبط اللي هو يكون تحت الكونتينر يعني، خلاص كده انا عملت اتنين، الاتنين جم تحت بعض. العادي بتاعهم ان هما بيجوا تحت بعض، البلوك ده والبلوك ده. هنا بقى يجي دورنا الايه، ان احنا نعيد تظبيطهم، عاوز اخليهم جنب بعض مش تحت بعض. فهاجي على الكونتينر اللي هو بيشيل الاثنين، الحاويه بتاعت الاثنين، ده شغل السي اس اس بقى اللي هو الفليكس بوكس. هاجي على الكونتينر واجي هنا على الكونتينر، طبعا هو محدد لي هنا حاجه اسمها ايه، ديسبلاي فليكس، ان هو نظام الفليكس، انا اتاكد ان هو فليكس بس، تمام. وهاجي اقول له هنا، بقول لي الدايركشن، عاوزهم تحت بعض فيرتيكال ولا جنب بعض، تمام. انت بقى شوف، انا عاوزهم كده، شوف جابهم جنب بعض. يبقى انا بعد كده لو جبت اي بلوك حطيته جنبيهم هيجي جنبيهم مش هيجي تحتيهم، لو فضلت اجيب في بلوكات هيجي كده جنب بعض، شوف كام بلوك. ليه؟ انا محدد ان حاويه الكونتينر اللي جنبيهم يكونوا جنب بعض مش تحت بعض، لو عملتهم كده هيجوا تحت بعض، لو عملتهم كده يجوا جنب بعض. طيب الميزه الثانيه ايه؟ ان انا ممكن اخليهم هنا جنب بعض، بس لما اروح للموبايل هيبقوا تحت بعض. ليه؟ لان طبعا ممكن الشاشه هتبقى اقل، الفيو بورت اقل يعني، فده الميزه، انت ممكن تتحكم في ده عن طريق الفليكس بوكس، تخليه على حسب حجم الشاشه، وهو هنا بشكل تلقائي مظبطهم على كده الا اذا انا عدلت حاجه. فاحنا دلوقتي عايزين عمودين بس، اتنين بلوك، فانا هعمل كده وهاجي عند العمود الاولاني اللي هو البلوك ده، وممكن اسميه ايه مثلا، لوجو اند نعم، اللي هو اللوجو، والتاني باتون انا سميته. هاجي بقى عند الاولاني، ده بيحتوي على حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ هو عباره عن لوجو، اللوجو ده عباره عن صوره يعني، انا هاجي عند الايمج، اي ايمج، او لو انت عاوز تحط اللوجو بتاع الموقع، او لو عاوز تحط ايكون، لان هي شكلها شكل ايكون، احنا هنخليها ايكون دلوقتي، ما عندناش حاجه معينه. واجي تحت ايه، تحت اللوجو، اعمل كده تحت اللوجو اند ناف، تحت العمود ده عشان يبقى ده تبع ده، خلاص.
وبعد كده هاجي اقول له عاوز النافيجيشن. النافيجيشن هنا عندي فيه النستبل وفي الناف منيو، انا هخليه في الناف منيو. النستبل دي شامله المنظومه كامله، دي هنبقى نحكيها في موطن اخر واحنا بنعمل هيدر، بس انا عايزها دلوقتي اعمل حاجتين مش حاجه واحده. انا اجيب ده كده اللي هو الناف العادي واحطه تحتيها او جنب ايا كان، او اجي هنا احط تحتيه. لما جيت عند الناف هنا تحتيها في ايه؟ فيها الايكون اللي هي اللوجو يعني، وانا ممكن اجي كده واقول له لوجو. انا عادي ممكن تسميها انت لوجو بدل كلمه ايكون دي، والناف بس احطهم تحت بعض برضه. ليه؟ هو الطبيعي انه بيحط البلوكس، هي الحاجات دي حاجه اسمها نظام البلوك، البلوكات بتحط تحت بعضها الا اذا انا اشتغلت بالفليكس بوكس. هاجي على الحاويه بتاعتهم، ايه الحاويه بتاعتهم؟ اللي هو العمود اللوجو اند ناف، العمود الاساسي ده، واقول له خليهم جنب بعض كده. لو عملتهم تحت بعض هيبقوا تحت بعض جنب بعض، يبقى الحاويه انا بتحكم جواها هيبقوا جنب بعض ولا تحت بعض. خلاص يبقى انا كده عملت الجزء ده. هاجي على بقى الايه اللوجو ده. اللوجو ده كايكون او كصوره، الصوره تختار الصوره عادي من عندك على الجهاز او لو انت محتفظ بيها، والايكون تختار اي ايكون. هو طبعا الايكون اللي حاططها هنا حاجه شبه السيركل كده، فاحنا نعملها سيركل. طبعا هنا عندك في كذا مكتبه للايقونات، في الفونت اوسم براندز وفي الريجولر وفي السوليد وفي كذا حاجه، وممكن ترفع حاجه اس بي جي. فاحنا نشوف اي حاجه مكتبات الموجوده، لو لقيت اللي انت عايزه في اي مكتبه هو ده تمام. يبقى كده انا خدت اللي اللوجو اللي هو عامله ده خلاص. طيب بعد كده هنيجي على المنيو. المنيو ليه عاملها بالشكل ده؟ لان هو بيقول لك نو ناف منيو فاوند، يعني هو انا مش محدد له اي منيو، لازم احدد له منيو. المنيو دي لو انا هحددها بنفسي يعني من منيو انا عاملها على الموقع، ولا انت عايز تحددها ان انت تكتبهم انت؟ انا عاوز منيو تكون موجوده على الموقع. فهاجي هنا تمام، هلاقي حاجه اسمها مانج ماي منيو ان ووردبريس، هيفتح لي صفحه ثانيه اللي هي صفحه المنيو اللي موجوده تمام، فسميها لاندنج بيج منيو خلاص، واعمل كرييت. طبعا دي احنا مش هنحدد دي موجوده فين، يعني مش هنقول له حطها في انهي مكان، ولكن احنا هنقول ان هي هنعمل منيو خلاص. والمنيو دي احنا مطالبين مش هنحط فيها صفحات بقى، لان احنا مش هنتنقل بين الموقع وبعضيه، احنا هنتنقل جوه الصفحه هنا. ولذلك اللي هنعمله هنا هيبقى عباره عن روابط داخليه، يعني انترنال لينكس. فالانترنال لينكس دي بتبقى عباره عن ايه؟ ايديهات، كل قسم بديله اي دي تمام. يعني انا لو جيت عند الهيدر هنا الاقيه فوق هنا مديله اي دي تمام. لو جيت على اي قسم، اي قسم هتروحه هتلاقي ليه اي دي، الاي دي بتاعه هتلاقيه فوق هنا، واسمه بيبقى مكتوب باسم عجيب كده الا لو انت عملت له تعديل. انا عايز كل سيكشن يبقى ليه اي دي، علشان لما اضغط على اللينك يروح للاي دي ده. اذا في اغلب الشغل هتبقى عباره عن كاستم لينك. الكاستم لينك دي عباره عن بكتب اليو ار ال، هنا بالنسبه لي هكتب اي دي اللي علامه الشباك او الهاشتاج دي، واي حاجه. يعني مثلا لو كتبت توب دي معناها ان الجزء ده هنسمي الهيدر، الهيدر ده هنيجي عند الاي دي بتاعه ونعمل رينيم لي، اعدله اسميه توب عشان بس ابقى حافظها عشان الاسم يبقى واضح. فانا خلاص دي هتبقى الهيدر ده اسمه توب، فانا هعمل لينك اسمه توب. اللينك ده معناها ايه؟ اللي يضغط عليه يروح للاي دي اللي هو التوب ده تمام، وهنسميه هوم مثلا او نسميه باك تو توب مثلا، اي حاجه يعني هنعمله كده وهنكمل على الوضع ده. طيب احنا عندنا كام قسم هنا؟ مبدئيا الحاجات اللي ممكن نروحها سيرفيسز اهي تمام، ممكن نقول اور سيرفيسز كلاينتس، تعالوا نكتبهم مره عشان ما ننساهمش. هنعمل حاجه اسمها سيرفيسز، نعمل بقى احنا وبعدين نبقى نسميهم بالاسامي دي، يبقى سيرفيس. هنعمل الاي دي واسمه ونكتب كده، وبعد كده في حاجه اسمها كلاينتس هما العملاء، بس نخليها دايما بايه؟ بالسمول، الاي دي بالسمول عشان ما نتلخبطش. وايه تاني؟ في كونتاكت اس مثلا، كونتاكت اس وذا تيم هنا، كونتاكت هنا نكتب كونتاكت اس، في تيم اور تيم. يبقى احنا كده
طبعا احنا لسه الاي ديات دي هنحطها للسكاشن، بس احنا حطيناها بشكل مبدئي وعملنا اللينكات. فكده بقى عندنا قائمه ممكن نعدلها كده بالشكل ده، اقول له سيف مبدئيا كده القائمه كده. نرجع هنا هنحفظ الكلام ده ونعمل ريفرش عشان القائمه تظهر عندي على المحرر. هي ظهرت لان مفيش غيرها طبعا، ظهرت الايه القائمه. يعني المفروض انا باجي هنا واختار القائمه اللي انا عايزها، لو في اكتر من قائمه بيقول لك اختار القائمه، فانا ممكن اعمل 500 قائمه واحط كل واحده في مكان، في الفوتر قائمه، في الهيدر قائمه، في النص هنا قائمه، ايا كان. فانا هاجي كده خلاص هختار القائمه، وطبعا حتى القائمه بيقول لك الالاينمنت، يعني عاوزها عموديه بالشكل ده. لو انت هتعملها على جنب كده في قسم مثلا على جنب في قائمه، او هتحطهم جنب بعض زي ما احنا متعودين بالشكل ده، ده يعني شغال كله تقدر تعمله خلاص. طيب انا شايف بقى ان ده وده محتاجين طبعا لسه تنسيق، بس احنا نعمل الباتون على الناحيه الثانيه وبعد كده نرجع ننسقه على الناحيه الثانيه. هنا هو ما فيش غير الباتون بس، الباتون اللي احنا شفناه ده اللي هو مكتوب عليه ريكويست كول كول باك. هنروح جايين هنا عاملين الباتون، مش عارف احطه كويس، اجيبه هنا مثلا في الباتون واحط كده واسمي الباتون كده ريكويست كول باك. يبقى نغير الالوان طبعا، اللون مش واضح، نغير الالوان وكل حاجه. وهو ليه حط الباتون باللون الازرق؟ لان احنا طبعا حاطين الوان، هو خد من الالوان دي. فانا لو انا مش عاوز الباتونز تبقى بالالوان دي، انا المفروض ارجع كده للثيم ستايل واقول له لا خد بالك فين الباتون، دور على الباتونز هنا، فين الباتون هنا. هو مديله اللون الازرق بشكل اساسي، لكن لو انت عاوز تغير تقدر من هنا تقول له اي باتون عندك خلي اللون بتاعه. طب احنا هنا دي نقطة، أنا طبعا هرجع لكم للنقطة دي عشان برضو دي ممكن تتوهوا فيها، موضوع الباليت ده ازاي تختاروا اللون. هو مش مديني اللون ليه هنا؟ خد بالكم في كذا باليت هنا تحت، لأن الموقع ده كنا عملنا عليه المرة اللي فاتت كذا تمبلت، فجايب لي كل الباليتس اللي نزلت عندنا. أنت تقدر تتحكم في الباليت بتاعتك، تمام. أنا برضو عشان ما ألخبطكمش هرجع لها، هنرجع لها مع بعض تاني. المهم إن احنا هنا ممكن يبقى عندنا أكتر من باليت ألوان، يعني ممكن يبقى في كذا باليت. نرجع هنا للجزء ده، عندنا في السكاشن دلوقتي خلاص بقى اصبح عندي فيه عمودين جوه الهيدر، العمود الاول اللي فيه الجزء ده والتاني ده، عاوزين نبدا ننظمهم. فانت بتيجي على كل عمود فيهم، العمود ده انت حاططهم جنب بعض، وبعد كده انا عايز بقى ايه يبقوا متسنترين، يعني كده تقدر بقى تخلي كده فوق اند تحت، او متوسطنين يعني زي ما عملنا كده، يبقى في المنتصف كلهم بشكل فيرتيكال يعني خلاص. وفي نفس الوقت بقول له ان هم على اليمين، ليه؟ لان انا ممكن اخليهم على الشمال، يعني انا لو صغرت شويه كده تمام، هو عشان هم واخدين كل الجزء ده، انا ممكن اقول له كده على الشمال على اليمين في المنتصف، منتصف ايه؟ العمود الحاويه بتاعته، انا اخليه على اقصى الستارت يعني اقصى اليسار. وهاجي بعد كده على العمود الثاني، العمود الثاني ده اللي هو بيحتوي فقط على ايه؟ على الزر ده. نتاكد ان احنا دايسين على العمود مظبوط، لان احنا شفت ان احنا دايسين على الكونتينر، ادس على اللي هو الجزء اللي فيه باتون ده. وبعد كده هقول له خليه على اليمين خالص اللي هو على الاند اخر حاجه، وبرده هنوسطنه بالشكل ده، نوسطنه بالشكل ده، يبقوا كلهم في مستوى واحد. فكل اللعب هنا عن طريق الدايركشنز والالاينمنت اللي بنعمله هنا، هو فكرة ان احنا ده اللي هو الفليكس بوكس، اللي بصراحة هو افضل في حاجات كتير جدا. يعني انت تقدر تتحكم في حاجات ببساطة من خلال هنا، ولما تروح لأي فيو بورت تقدر تغير ده. يعني لو رحت كده مثلا بتلاقيهم بالشكل ده، شوف الشكل اتغير، تقدر تعمل بقى تنسيق للشكل ده تحديدا، بس ما يأثرش على الشكل الأساسي اللي هو في الديسكتوب، تمام. ده الجزء الأساسي. طيب نروح بقى للهيدر الأساسي ده، احنا محتاجين نشتغل عليه شوية، يعني السكشن ده محتاجين نعمل له شويه بادنج وحاجات زي كده عشان يظهر. والبادنج هنعمله للسكشن عموما، للسكشن عموما. فهنيجي للستايل هنا، تمام. لو عاوزين نعمل لده تحديدا حاجه معينه، او لو احنا عاوزين نعمل جلوبال هنروح للثيم ستايل، هنروح للايه الثيم ستايل.
طيب انا لا انا الهيدر ده مش هكرره بشكل كامل يعني، فممكن اعمله عادي لان هو السكشنز اللي بعد كده اللي ممكن هيحصل فيها تكرار. لكن الهيدر ممكن اجي من هنا كده عادي على العنصر نفسه واروح لللاي اوت ستايل لاي اوت، واجي على البادنج هنا اقول له انا عايز من فوق ومن تحت. لو انا عايز هنا توب وبوتوم بادنج، فممكن اجي هنا اقول له اوبوزيت لينكد، يعني الفوق زي اللي تحت واليمين زي الشمال. فلو عملت فوق هنا مثلا 50 هيعمل تحت 50، لو عملت فوق 25 هيعمل تحت 25. فده لو انا ايه بدل ما اكتب فوق تحت، يعني انا ممكن اخليهم مثلا 18 بالشكل ده مؤقتا مثلا، كويس معقول خلاص. يبقى انا كده حددت ده، واقدر كمان احدد اللون لو عاوزين نعمل له لون من الالوان. احنا في الباك جراوند هنا بنبدا نختار، طبعا احنا هنا عاملين الباليت بتاعتنا المفروض ان احنا نظبطها، هنا هنظبطها مع بعض. هيطلع دايما الباليت في تحت الديفولت اللي هو الالوان دي العاديه، تمام، الالوان اللي بتنزل مع كده. ماشي، مؤقتا كده هنخليها لغايه ما نرجع ان احنا نعمل موضوع الالوان. الايكون دي محتاجه تصغر شويه. تعالوا نروح للتايبوجرافي. الايكون بيعتبرها تكست نص، يعني انت هتتعامل معاها ان هي تايبوجرافي بالشكل ده خلاص، تحط لها يعني الجزء ده. وبرده دي اللون بتاعها اللي هو الازرق الكحلي. يعني عندنا بعد كده المنيو دي ممكن يبقى فيها حاجات كتير تتعدل. يعني مثلا لما اجي هنا على الكونتنت، اولا احنا حطيناهم جنب بعض هنا، في بقى التوب ليفل تمام اللي هو اللي هي المنيو الرئيسيه. لو في سب منيو، يعني المنيو الفرعيه اللي نازله منها موبايل منيو، لما نيجي نخش على المنيو نلاقيها موبايل، نقدر نعمل منها شويه تعديلات وحاجات زي كده تمام. فدي كلها ايه اعدادات خاصه بالمنيو على الفيو بورتس المختلفه. انا دلوقتي هخليني في الفيو بورت اللي انا فيه ده وتبدا اعدل عليه. في الستايل هنا تقدر تشوف برده في الستايل، لو نلاحظ هنا احنا ملاحظين في كده على جنب يعني زي بادنج او مارجن على حسب، هي بادنج غالبا، فهو كده عامل بادنج او حاجه. فتعالوا نجرب نعمل زيرو مثلا للناحيه الشمال دي او هنا تمام، عشان نشوف الجزء ده جاي منين. تمام، هو هنا ما عملش معانا حاجه، فنقدر نشوف حاجه. تعالوا كده نشوف عمل حاجه بس انا ما خدتش بالي. مفيش تعديل على حاجة معينة، يبقى هو مش المارجن اللي هو متحكم فيه. نرجع نشوف لو في حاجة اسمها سبيسنج أو حاجة. نيجي هنا التوب ليفل اللي هو اللي احنا فيه دلوقتي، هنلاقي هنا شايفين مارجن، يبقى المارجن ده موجود في التوب ليفل مش في المنيو عموما. ستايل منيو هو حاطط 30 مارجن لإيه؟ لأي عنصر، يعني العناصر اللي جوه كل واحد فيهم هياخد نفس الحاجات دي. فانا لو عملت صفر كده هيلزقوا في بعض، لكن انا باجي اعمل ايه 30 40 50 ابدا بقى اشوف اللي انت عايزه. والله انا عاوزهم من على اليمين مش من على الشمال، فانا ممكن اعمل ايه اقول له لا خليهم من على اليمين كده واعمل صفر من على الشمال. طب ليه انا عملت كده؟ انا عملت كده عشان ما اعملش هنا اخلي ما يبقاش في مسافه بينه وبين اللوجو. فبدل ما اعمل المسافه اللي بينهم المارجن اللي بينهم من على اليسار خليته من على اليمين بس، فحد يعني عملت اللي انا عايزه. وممكن هنا ادي حاجه بسيطه عشان تبعد عن اللوجو شويه وليكن 10 بس، طبعا كده هيبعد عن الكل صح. يبقى اعمل ايه؟ يبقى انا اعمله للكل. يبقى الكل منين؟ من الستايل نفسه بقى، لان انا هعمل للايه للحاويه كلها تبقى من الستايل. لكن لو كل عنصر جوه الحاويه هيبقى من التوب ليفل. فانا اجي عند الستايل هنا واقول له اعمل لي مارجن بقى من على اليسار 10، شوف هيجي بس من ايه على الحاويه كلها يخليها 10 بكسل من على اليسار. فالفرق بين كده وكده هو ان ده ستايل للمنيو عموما للنافيجيشن كله، اما جوه هنا بيقول لك كل عنصر التوب ليفل اللي هم دول. لو في منيو بتتفتح هيبقى الساب منيو، وفي بعد كده الموبايل منيو اللي هي دي شايفين اللي فتحت دي هي اللي هتفتح على الموبايل برضو، دي ليها اعداداتها. في الميجا منيو، الميجا منيو دي اللي هي المنيو الكبيره دي بس، دي لسه يعني بنشتغل نشوفها ان شاء الله مع بعض. وفي مالتي ليفل لما بيكون في اكتر من منيو كذا مستوى للمنيو برضو ليها اعدادات. فانت بتقدر تتحكم في المنيو من كل التفاصيل يعني بتاعتها. فاحنا كده خلاص عملنا بينهم وبين بعض من على اليمين في مارجن، لكن كله على بعضيه عملنا له مارجن بسيط بينه وبين الايه
بين اللوجو هيبقى بالشكل ده كده هيبقى افضل، يعني نفس الحاجه زي كده. هنيجي بعد كده للجزء ده الخاص بيه الزر ده. طبعا الزر هنا هو اوتلايند، يعني مش مليان، مش لون من جوه. فلو جيت عليه من هنا وجينا للاعدادات بتاعته هتلاقي فيه برضو زي اي حاجه الاعدادات بتاعت كل حاجه. السايز بتاعه تمام، تقدر تتحكم فيه اذا كان سمول او ميديوم او لارج زي ما انت عايز. الاوتلاين اللي هو ده، كلمه اوتلاين، سيركل اللي هو بيبقى عامل حواف دائريه، فانا اقدر كل ده اتحكم فيه بايه، يعني بتكه كده. هو هنا ايه، حواف دائريه بسيطه زي كده تمام، خليه كده ونتحكم بعد كده في الراديوس مثلا او كده. الستايل بتاعه هنا الالوان اللي احنا اخترناها طبعا والكلام ده، هو هنا بيديك الستايل بتاعه طبقا لايه، برايمري ولا سكندري ولا كده. لو انت مش عاوز الستايل من هنا تتحكم فيه فاحنا هنبقى نتحكم فيه من خلال الالوان. وهنا يروح فين، يروح فين، فممكن هنا يروح ل حاجه جوه السكشن، جوه الصفحه، سكشن جوه الصفحه. ليه؟ لان احنا هنعمل مثلا جزء فيه ابعت رقم تليفونك اللي هو جزء الاتصال اللي هو كونتاكت، فممكن ده زي كونتاكت اس نوديه على نفس السكشن اللي بتاع الكونتاكت. طب اعملها ازاي هنا؟ هو هنا بيقول لي انت عاوز تروح لصفحه ولا بوست جوه الموقع ولا لينك خارجي ولا دايناميك ولا ميديا ولا ايه؟ انا هختار اكسترنال او دايناميك، يعني مش هتفرق قوي تمام، واحط فيه الهاشتاج او الاي دي بتاع القسم كونتاكت بس. لما نيجي نعمل قسم كونتاكت تحت هيعمل ايه، هيروح للجزء ده، انا بختار ده بس عشان اعمله ان ده هيروح لاي دي معين. فده الجزء الاولاني يعني. يبقى كده احنا اول بنيه عرفناها ان احنا لما نيجي نبني هيدر تمام نقسمه على حسب هو في يمين وشمال، في يمين وشمال وفي النص، يبقى اعمل ثلاثه وكل واحد منهم جواه احط الحاويات المطلوبه مني، مش احطهم جنب بعض، لان انا لو حطيتهم كلهم جنب بعض ممكن بعد كده لما اجي اعمل حاجه متجاوبه هلاقيهم ضربوا مني، يعني مش عارف اتحكم فيهم. افرض ان انا عاوز بس المحتوى بتاع السكشن ده اللي هو اللي فيه اللوجو ده هو اللي عايزه يبقى تحت بعض بس، ده عادي يبقوا جنب بعض، يبقى انا بتحكم في ده بس. لكن لو كانوا كلهم محطوطين في حاجه واحده في حاويه واحده يبقى هبقى مرغم كلهم يبقوا يا تحت يا بعض يا جنب بعض. لكن هنا انا فصلتهم عشان اتحكم في كل واحد على حده، اللي على اليمين بتحكم فيهم لوحديهم واللي على اليسار بتحكم فيهم لوحديهم. ده اول جزء. الجزء الثاني السكشن اللي هو خاص بايه، السكشن الخاص بالهيرو. وطبعا احنا ممكن لو الهيرو هياخد يعني اشكال مختلفه يا اما ان احنا بنتحكم فيه في الستايل يا اما نعمل الاتي. هنيجي على الهيرو ده كده اللي احنا عليه تمام، اسميه هيرو عادي. نسمي على السكشن ده، خد بالك انا لما دوست كده دوست على الكونتينر، لذلك انا دايما بقول ندور هنا عشان نضغط مظبوط عشان ما نبوظش الدنيا يعني. هاجي على السكشن اللي هو الهيرو واضغط عليه وهاجي هنا واقول له اعمل لي كلاس. يعني كلاس؟ يعني انا عايز اعمل ستايل معين اكرره بعد كده، انا هعمل كذا سكشن مش كل مره هقعد اعمل نفس الحاجات. فهاجي هنا واقول له ايه، افتح دي، يعني هفتح ايه الكلاسات. هو واخد السكشن ده، احنا ممكن نسميها هيرو. الاي دي ده اي دي اسمه ايه، هيرو، دي السكشن بتاع الهيرو خلاص. وده كنا عاملينه مسمينه ايه، توب. يعني احنا بنعيد تسميه الاي دي عشان يبقى واضح بالنسبه لنا. والتاني ده هنضغط على السكشن هنسميه هيرو ونفتح كده ونعمل كلاس بقى معاه، يعني هو كاي دي اسمه هيرو لكن الكلاس بقى اللي هنعمل فيه شويه حاجات اللي هو ايه، مثلا نسمي الكلاس ده سكشن 1 مثلا. خلاص بقى كده في اسمه سكشن 1. اللي انا هعمله هنا ده كله هيتطبق على حاجه اسمها سكشن 1. طب ايه اللي انا هعمله؟ براحتك بقى. هاجي كده على الستايل مثلا، اول حاجه الخلفيه ولا الستايل ولا الكلام ده كله. مثلا الكونتنت هخلي الحاجات تحت بعضيها مش جنب بعضيها، كده انا خليتهم جنب بعضيها واخليهم متوسطين افقيا وعموديا، يعني كل المحتوى اللي جوه يبقى متوسطا افقيا، سنتر 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 عشان اخليهم ده الاساس بتاعي. خلاص ماشي. واروح للستايل اقول له انا عايز في الستايل هنا عاوز بادنج او عايز مارجن، يعني مش واضح لي دلوقتي حاجه معينه، لما نحط المحتوى نشوف. طيب الطول والعرض والكلام ده كله، ويدث هخليه زي ما هو 100%، مفيش اي حاجه تتغير.
لكن الهايت انا عايزه يعني مثلا 100 بي اتش، يعني بعرض الشاشه بطول الشاشه ممكن اخليه 90، 90 بي اتش يعني 90% من طول الشاشه بالشكل ده. لو نلاحظ ان السنتر فين، الكونتينر السنتر في النص، لان هو الكونتينر جواه، فانا كنت عامل دلوقتي هنا ايه ان سنتر كل حاجه فتسنتر، لكن لو كنت عملت مثلا كده 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 شوف كل طلع فوق، يعني هتغير في الابعاد طلع فوق، لكن انا مسنتر كل حاجه خلاص. يبقى انا كده عملت ايه السكشن بالشكل ده. طب عاوز اديله لون، هروح للستايل باك جراوند واحط له اي لون دلوقتي لغايه ما نعمل البالت بتاعي. انا البالت دي اصلا عايز اركز معاكم فيها عشان نعمل كذا باليت، عشان هي في حاجه اسمها كرييت باليت، بنعمل البالت بتاعتنا او نعمل كذا باليت براحتنا يعني، وندي لكل سيكشن، يعني انت ممكن الصفحه الواحده تستخدم فيها 5 6 باليتات الوان عادي يعني خلاص. كده يبقى احنا عملنا ايه اللون اللي احنا عايزينه، يعني لو احنا عايزين ده اللون الاساسي. وبالتالي ان انا النهارده لما اجي تحت كده واقول له اعمل لي سيكشن جديد، عمل لي سيكشن جديد اهو. طبعا السيكشن ده اللي هو تحت هنا مش باين ابيض، هاجي هنا كده اقول له حط للسيكشن ده كلاس، بس مش هعمل نيو كلاس بقى، انا هعمل كلاس قديم، هعمل كده يعني راح اعمل كل اللي انا عملته لنفس الايه السيكشن. يبقى انا مش كل مره اجي عند السيكشن واعمل له كل الحاجات دي، لا انا بعمله مره وبعد كده بعمل كده. طب انا السيكشن الثاني ده لا عايزه يبقى مش كده بالظبط، يعني انا عايزه يبقى مختلف شويه تمام. فهاجي هنا واعمل سيكشن تاني. يعني ايه بقى سيكشن تاني؟ ما هي اما انت هتغيره كليا يبقى انا مش هديله الكلاس ده. طب لو انا عاوز اديله نفس الحاجات بتاعت الكلاس مع تعديلات طفيفه، يبقى هديله الكلاس ده واديله كلاس تاني تمام. سيكشن يبقى في سيكشن 1 اهو وسيكشن 2. سيكشن 2 بقى ده هيبقى فيه نفس الحاجات، ولكن وانا على سيكشن 2 هغير، اقول له اللون يبقى مثلا كحلي، ده التايبوجرافي ده مش تايبوجرافي، احنا الباك جراوند تمام. اذا يبقى كده ده خد نفس الابعاد ما عدا اللون، خد نفس الحاجات ما عدا اللون، يبقى عنده 2 سيكشن. فانا دلوقتي لما اجي تحت كده اعمل سيكشن جديد، امسح السيكشنين دول خالص خلاص، وهاجي اعمل سيكشن جديد. السيكشن ده لما يجي عاوز تديله ايه، افتح هنا اقول عاوز اديله سيكشن 1 اديله الشكل ده تمام. طب لا مش عايز سيكشن 1، اروح اعمل هنا اكس ريموف سيكشن 1، عاوز اديله سيكشن 2 اديله الشكل ده، ده اتغير فيه اللون بس لو نلاحظ. طب انا عايز اديله الاثنين عشان ياخد نفس الحاجات، ياخد كل امكانيات السيكشن الاولاني ولون السيكشن الثاني، يبقى اختار الاثنين سيكشن 1 وسيكشن 2 تمام. طب ليه انا ما عملتش اللون في الاولاني؟ انا عاوز الاولاني ده ستاندرد للكل، وبعدين لما اجي اغير اللون ادي لكل لون كلاس وخلاص مثلا، يعني لو انت هتغير. ففكره الكلاسز دي هتسهل عليكم الامور يعني. هل في حاجه مش واضحه في الكلاس او تايهين فيها شويه؟ والله يا باشمهندس سؤال، يعني هو السكشن سوري اللي هو الكلاس الاولاني هو اللي بيتيك افكت الاول، او اللي هو ليه البرايورتي اللي هو هنا سكشن 2 هو اللي بيتيك افكت الاول. بالظبط كده بالظبط كده. السكشن الاولاني الكلاس الاولاني اللي اديته له اداله كل حاجه، وبعدين السكشن اللي بعديه انا عدلت فيه حاجه واحده اللي هو اللون، فاصبح ليه الاولويه الثانيه عن الاولاني في اللون بس. لو عملت فيه تعديل ثاني هيدي الالوان ليه؟ لان احنا اللي درس سي اس اس عارف ان احنا عندنا في السي اس اس التعليمه اللي بتيجي في الاخر بتطغى على التعليمه اللي قبليها، فالكلاس اللي بيجي في الاخر بيضع الكلاس الايه اللي قبليها وهكذا. فانت بتعمل، لان انا مش عاوز كله يبقى كحلي، فانا بدي حاجه معينه. انا ممكن اجي دلوقتي عند الكلاس الواحد واقول له لا ما تديلوش لون اصلا، يعني انا مش عايز ادي الوان من البدايه كده لاي، انا عاوز بس اعمل الشكل ده، وبعد كده اعمل لكل واحد بقى لون. يعني هاجي انا عاوز اللون الكحلي اروح دايس على الكحلي تمام. طب انا عاوز سيكشن تاني كده، اعمل سيكشن تاني وتالت ورابع. الاولاني ده انا عايزه يبقى بلو، اسمي كل سيكشن بلونه، والتاني ده انا عايزه يبقى جرين
السكشن ده انا عايزه يبقى يلو، السكشن ده انا عايزه يبقى ريد، خلاص. بس كلهم نفس البادنج ونفس المارجن ونفس الهايت ونفس الويث وكل حاجه، بس اللون المختلف. خلاص هنعمل الكلاس الاولاني اللي هو شامل الكل، اللي هو ده سكشن 1، وان ده اللي هو كل الايه الاعدادات الاساسيه. هاجي عند كل واحد فيهم وادي له سكشن 1. عفوا نديت له بس ده سكشن بالغلط كده، سكشن 1. هاجي عند يلو وادي له سكشن 1، ودي عند ريد وادي له سكشن 1. يبقى كده لو نلاحظ كل الاعمده، كل السكاشن اصبحت بنفس الاعدادات بالظبط ما عدا اللون. هاجي بقى على الاولاني هقول له انا ده تمام عايزه، مش همسح انا اتنين ده وهعمل واحد باللون، انا عاوز سكشن للاصفر للبلو قصدي. اروح جاي عند ايه السكشن الاولاني واقول له اعمل لي نيو كلاس اسمه ايه، اسمه بلو، والبلو ده هيبقى الباك جراوند بتاعته بلو. انا بقى باجي انا اعمل البلو اللي انا عايزه بالشكل ده، خلاص كده اصبح ده واخد اتنين كلاس وكاتبهم تحت اهو، واخد اعدادات سيكشن 1 في الطول والعرض والبادنج والمارجن، واخد كلاس تاني بيديله الالوان، ولو في اي حاجه تانيه عملتها هتبقى ضمن الكلاس ده، خلاص. طيب اجي على اللي بعديه، اللي بعديه واخد ايه سيكشن 1 بس مش واخد البلو. لو جيت انا عملت له بلو دلوقتي هيبقى لونه ازرق اهو كمان. لا انا مش عايز اديله بلو ده حضرتك، انا ده هديله واحد جديد اسمه جرين، بس. والجرين ده انا لسه ما اديتلوش اعدادات، هاجي هنا واقول له ده يبقى لونه اخضر، خلاص كده اصبح واخد ده وده. طيب بعد كده هاجي على اليلو برضو واخد سيكشن 1 الاعدادات الاساسيه، وهاجي اعمل نيو كلاس اسمه يلو واعمل سيف، وهاجي ادي اليلو ده وانا مفعله فوق لازم اكون مفعله اديله اصفر، خلاص. بعد كده هاجي على الريد ده واخد سيكشن 1 وهعمل له حاجه اسمها ريد، وادي له خلفيه ريد، خلاص. يعني الواحد عينه باظت من الالوان، خلاص كده انا اصبح عندي كام واحد، اصبح عندي 1 2 3 4 بالوان مختلفه، ولكن القيم بتاعه باقي الحاجات منضبطه يعني. فانا لو جيت دلوقتي عملت تعديل على اللي هو سيكشن 1، يعني دوست على سيكشن 1 هنا تمام، فانا يعني طلعته على المسرح يعني، عارفين يعني انا جبت سيكشن 1 دي طلعته على المسرح هنا، عشان انا اللي هعدله دلوقتي يخص سيكشن 1. فرحت جيت عند سيكشن 1 كده وقلت له اي حاجة بقى نعملها تعديل عليها، وليكن هنغير في الهايت هنخليه 10 في اتش. شايفين كلهم بقوا 10 في اتش ايه؟ لان اللي انا عدلته ده عدلته على سيكشن 1، وسيكشن 1 اي واحد واخد كلاس بتاع سيكشن 1 ده هيتعدل معايا، لكن الالوان زي ما هي انا ما عدلتش على الكلاس بتاع الالوان. طب لو انا جيت على الريد بس قلت له طلع الريد بقى هنا على المسرح، فطلع على المسرح هنا، يبقى انا دلوقتي بشتغل على كلاس اسمه ريد، قلت له الريد ده بس خليه لي الهايت بتاعه 80 في اتش، ده بس اللي 80 في اتش، لان انا دلوقتي بتحكم في الريد مش بتحكم في ايه؟ مش بتحكم في سيكشن 1. فاي حاجه واخده الكلاس بتاع ريد هيتحكم فيها كده. انا لو عايز ادي الكلاس ده حاجه خاصه بيه اطلع الكلاس احدده وادي له الحاجه دي. فهمت كده الامور؟ اه يا باشمهندس فدي فكره ال يعني الكلاسز وحلاوتها بصراحه. يعني الكلاسز دي حلاوتها في ان هي بتسهل عليا ان انا اقدر اتعامل مع كل الموقع بقى، مش بس الصفحه، الموقع بكلاسز معينه، والكلاسز دي بتخليني لما اجي اعدل اعدل على الكل وبشكل مرن جدا عن ان انا اتحدد في حاجات معينه. وبعدين زي ما قلنا فوق هنا في الجلوبال كلاس مانجر بنلاقي كل الكلاسز بتاعتنا، يعني ممكن ارجع لها تاني لو انا في حاجه ناسيها. بس احنا دايما بنسمي الكلاسز بايه؟ بالاسماء تكون واضحه لنا عشان نبقى فاهمين تمام. فمثلا في كلاس انا مش عايزه خلاص اقدر اعمل له ديليت،
وده مش عايزه ما استخدمتوش اصلا، اقدر اعمل كده ديليت، اخلي سيكشن 1 وبلو جرين ويلو ريد، دول الايه الحاجات بتاعتي. لما تضغط على اي سيكشن بيجيب لك بيانات السيكشن ده، وفي نفس الوقت ممكن تعمل له رينيم لو عايز تعمل له رينيم، تقدر تعمل له يعني اعاده تسميه لو الاسم مثلا ما عجبكش، ممكن اقول له سيكشن جنرال سيتنج، بحيث ان كده هيبقى افضل من ناحيه ان انا افهمه، فكده مش هيبوظ حاجه بره، كل حاجه هتتعدل لوحديها من غير ما انا اعدل واعمل سيف. خلاص كده لما اجي هو بالنسبه للجلوبال كلاس مانجر ده، لو انا رحت وانا كده شلت ده كاني مثلا ببتدي فروم سكراتش من الاول خالص، ورحت شايل كل الكلاسز اللي موجوده، ده زي كاني مثلا عملت سي اس اس ريست. اللي هو قصدي حضرتك دول ولا اللي فين؟ هم دول. طبعا انا لو شلت الحاجات دي دلوقتي كلها، يعني انا دلوقتي هيبقى لو جيت هنا ورحت عملت سيلكت اول لا ماشي. تمام، لكن انا اقصد ماشي زي تمام، السي كان اس ريست. زي السي اس اس. تمام، يعني انت لو فصلت ملف السي اس اس عن الاتش تي ام ال هتحس ان الموضوع قلب ايه، باظ خالص، الصفحه اتحولت لحاجه تانية. يعني اي حاجه سي اس اس لما بفصل مثلا ملف، اتغير الملف سي اس اس، اتغير مثلا المسار بتاعه او اتغير اسم الملف، اي حاجه تحصل بتلاقي شكل الموضوع ايه، راح خالص. تمام، فانا ممكن اعمل اندو يرجع تاني الكلام ده. تمام، ونقدر برضو نرجع اي حاجه من الهيستوري هنا، لو انا عملت حاجه بالغلط اقدر ارجع لخطوات سابقه كتير، واي اي نسخه حفظتها قبل كده نسخ محفوظه كامله بتبقى موجوده هنا زي ما عرفنا من الهيستوري والريفيجنز هنا. فدي حلاوه الايه، فكره طبعا احنا خدنا الجزء بتاع ده خدنا فيه وقت شويه معلش، بس هو مهم يعني، هي جت في النص كده عشان نفهم كويس قوي، لان المره اللي فاتت ما شرحناش بتفصيل، بس الجزء ده هيريحكم كتير في ان انتوا تعملوا للموقع ستايل معين بشويه كلاسز ومن غير ما تكتب سي اس اس. ما احنا كنا الحاجات دي عشان نعملها كنا لازم نكتب سي اس اس، وحتى في الورد بريس كنا بنكتب سي اس اس. هو لا، هو ريحنا يعني، هو قال لنا اعمل انت الكلاس ودي وانا هعمل لك الحاجه بتاعته، عاوز تكتب كود او كده مفيش مشكله، متاح طبعا تكتب كود يعني، بس انا شايف ان هو بريحنا في النقطه دي، بحيث ان اللي مش عارف سي اس اس مش محتاج يعرف اصلا يعني. تمام، فده الجزء الاولاني. طيب تعالوا نرجع بقى للهيستوري هنا او الريفيجنز. طبعا كل ريفيجن، شوف لما رجعت للريفيجن القديمه خالص رجع لي للجزء اللي كنا عنده، اللي انا ايه يعني مسحت كل حاجه انا والدنيا باظت وكده، بس ايه، بس اهو دي اللي اتحفظت قبلها قبل ما نعدل ونعمل الباتون. دي النسخه، لا دي النسخه بتاعتنا اللي احنا كنا عليه. خلاص انا بعمل الكلام ده، تيجي هنا بقى ونبدا ان ايه تظبط الكلام ده. فاللي كنا عاوزين نعمله ان احنا الهيرو ده او اي سيكشن هنديله مثلا جنرال سيتنج، لو عايز اعمل له لود محدد لي. تمام، مش بس مش لكل الاقسام، يبقى انا ممكن اجي هنا كده تمام واقول له ايه، هقول له مثلا بي جي ممكن لايت، يعني ده الخلفيه الفاتحه، وبعدين هعمل واحد تاني خلفيه غامقه بحيث ان انا اعرف افرق بينهم. فانا اجي كده واقول له البي جي لايت دي اطلعها هنا هتبقى لونها، واجي عند الستايل باك جراوند نعمل اي خلفيه كده خفيفه مؤقتا برضو زي كده مثلا. بس فخلاص كده دي بي جي لايت. لو عملت بعد كده سيكشن تاني، خلاص هاجي عند السيكشن التاني ده واقول له ادهولي نفس الايه الجنرال سيتنج ولكن البي جي دارك، فاجي هنا واقول له ايه بي جي دارك يعني الغامق كده. انا اعمل ده للغامق وده للفاتح، وهاجي هنا اعمل اللون ده الغامق مثلا واغمقه شويه. فخلاص اي سيكشن بعد كده ممكن تعمل واحد غامق وواحد فاتح، واحد غامق وواحد فاتح، كل اللي هتعمله كلهم هياخدوا الكلاس اللي اسمه سيكشن جنرال سيتنجز، بس هيبقى في عمليه تبادليه ما بين بي جي دارك وبي جي لايت. ده الفكره كلها لغايه ما توصل لاخر. فانت عندك كذا قسم، كل قسم هتعمله على الوضع ده.
تمام. فاحنا كده ايه بنعمل الكلاسز بالشكل ده، وده برضو بينفع مع ايه يعني حضراتكم ساعات يبقى عندي اتنين نص يعني هيدنج مثلا، فانا عايز هيدنج على الغامق وهيدنج على الفاتح، بس الفكره ان الهيدنج او النص ده لما اجي اعمله على اعمل هيدنج هنا مثلا، شوف على الفاتح بالشكل ده وعلى الغامق، يعني المفروض احط غامق على الفاتح وفاتح على الغامق بس كلهم بنفس الشكل، فانا باجي اعمل حاجه ثابته. يعني تعالى نطلع ده فوق عشان يبقى اوضح هنا مثلا كده خلاص، وتدي له بقى ايه كلاس تسميه ايه تايتلز او تايتل مثلا دارك او لايت برضه، يعني انت ايه الفاتح التايتل لايت اللي هو هنحطه على الباك جراوند الدارك، انت حط لنفسك كده حاجات لوجيك تفهمها انت لوحدك يعني تمام. بس انا هنا هعمل التايتل عموما لان انا ده اللي عاوز للكل سواء فاتح او غامق، فانا هعمله كده وادي له الحاجات اللي انا عايزها تبقى على الكل، اللي هو مثلا هدي مش لون، ابعد عن اللون خالص، انا هدي له الفونت سايز مثلا وتغير نوع الخط لون الخط مش عارف ايه تعمله اللي انت عايز تعمله تعمله خلاص. وبعد ما اعمل الكلام ده اروح جاي هنا اقول له ده بقى هتخليه تايتل لايت دارك عشان ده هيبقى الغامق. طيب التايتل دارك ده بقى هيبقى ايه لونه ايه؟ يبقى لونه كحلي مثلا. طيب ايه الفرق بينه وبين غيره؟ هنيجي تحت هنا عاوز اعمل هيدنج هنا بس دي خلفيه غامقه، بس هاجي نفس الهيدنج ده مظبوط تحت الكونتينر وهاجي اقول له دي عباره عن تايتل، فاحط التايتل جنرال اكبرها لي اهو، بس دي مش هتبقى دارك دي هتبقى لايت، فانا هعمل ايه بي جي لايت فتح خلاص. هو في بي جي لايت ولا ايه؟ ده تايتل لايت، احنا حطينا حطينا حاجه موجوده اصلا اللي هو البي جي الباك جراوند. دي الباك جراوند ده باشمهندس. طبعا عمل هو انا اديت له كلاس موجود بتاع الباك جراوند، هي مش باك جراوند انا عايز اعمل التايتل نفسه لايت التايتل ذات نفسه الكالر اللي هو التكست كالر. بالظبط كده. فطبعا انت تشوف لما انا اديته كلاس موجود ظبط معاه على طول، فاحنا هنعمل تايتل لايت لا تايتل دارك، المفروض مين دارك ومين لايت هو اصلا التايتل دارك موجود واللايت موجود تايتل يبقى ده معلش بقى احنا عمالين نتلخبط، احنا عاملين اللي فوق لايت يبقى ده دارك ده لايت بس كده بعد عذاب وصلنا لخبطه يعني. فشوف هو حاطط لي كام كلاس، امسح بقى الكلاسات الغلط اللي جت معايا غلط، يعني هو ده لايت لا اشيل لايت، تايتل دارك لا ما هو تايتل لايت مش هنديله الاثنين، امسح كده وهاجي على تايتل لايت دي واقول له دي بقى لونها ايه ده اي لون كده، فاصبح الاثنين زي بعض، يعني انا لو جبت دي ودي هلاقيهم زي بعض. نصغر شويه عاوز اشغل، شوف انا عاوز اصغر دلوقتي كل السكاشن، كل السكاشن عاوز اصغرها، هاجي على السكاشن واروح لجن سكشن جنرال دي واقول له معلش صغرهم لي عشان انا عايز الحاجات تبقى واضحه. شوف السهوله بقى ان انا ايه هروح جاي اقول له بس خليهم لي كلهم خمسينات، خلاص خليهم لي كلهم خمسينات عشان بس يبقى الشاشه واضحه. هاجي هنا بقى انا لما جيت على الهيدنج ده وده الاثنين واخدين كل الحاجات التايتل، فاجي على التايتل دي كده واقدر اعدل فيها، انا عاوز التايتل مثلا التايبوجرافي عاوز اغير الخط اخليه 70 يتغيروا الاثنين 70 80 90 زي ما احنا عايزين تمام، لكن انا عايز اغير بس على هيدنج اللون الازرق اللايت، اروح انا جاي كده واقول له الدارك ده بس اللي اغير عليه وهغير لونه يبقى دارك اكتر شويه يبقى كده مثلا، اللايت ده اقول له عاوز اغير على اللون اللايت كده، فانا اغير على اللايت اخلي لون تاني فاتح شويه زي كده، فانا على حسب ما بتحكم فيه عن كده. ففي حاجات عامه اشتركوا فيها وفي حاجات ما اشتركوش فيها، فانا ممكن ادي للحاجه اكتر من كلاس يعني تمام، دي النقطه الاساسيه. طيب موضوع الالوان بقى ودي اخر حاجه معلش بقى انا طولت عليكم وما عملناش الصفحه، بس انا كان مهم نعرف الحاجات دي عشان دي اللي هتسند للصفحه يعني، يعني الخطه اتغيرت بس تمام يعني. الالوان احنا بنعمل باليت، يعني ايه تعالوا هنا احنا لما عملنا هنا الوان في الكالرز اللي هي دي
نمسح الالوان دي، انا مش عاوزها دلوقتي، انا بس عشان اقول لكم ان ايه الاهم المهم هنا بالنسبه للبريكس الباليت. انا همسح الالوان اللي هنا عشان اتحكم في الموضوع من الباليت احسن. نرجع بقى زي ما كنا شفنا كده لاي لون، اي حاجه فيها الوان، اي حاجه. لما بتفتح اي حاجه فيها الوان بيقول لك تختار الباليت اللي انت عايزها. الباليت الاساسيه اللي بتبقى موجوده دايما حاجه اسمها الديفولت، هي الباليت دي، دي باليت بريكس بينزل بيها على طول، يعني ما بتتغيرش، وفيها الوان معينه وخلاص. لو عاوز تضيف لها الوان تعمل ايه؟ تضيف لها الوان عادي، بتيجي على اي لون انت عايزه او بتحط كود اللون تحت وتعمل له سيف، يروح ضايفه هنا اهو. تمام، لو انا عايز اضيف له لون مثلا، طبعا انت بتحكم في اللون كام زي ده فاقع شويه، سيف هيروح حافظه هنا اهو. فانت تقدر تضيف على الالوان دي عادي جدا الوان. تمام، طيب لكن لا، لو انا عايز اعمل واحده جديده خالص تحت هنا هنلاقي انا فيها حاجه عاملها اسمها لاندنج بيج، لسه كنا عاملينها صح. ممكن اجي عليها كده، لو عاوز تمسحها باجي اعمل ايديت واعمل له ديليت، فكده ما اصبحش عندي غير الديفولت. طب انا عايز اعمل باليت جديده، اجي تحت واعمل كرييت واسميها تمام ماي باليت. بعد ما اعمل باي باليت اعمل كرييت، خلاص انا عملت ايه حاجه اسمها ماي باليت، اجيبها كده واقدر اعمل لها اعدادات ايديت. في الايديت هنا انت تقدر تعمل ان هي دي الديفولت، يعني دي العاديه، يعني انت لما تيجي تنزل اي حاجه بعد كده اتحكم فيها عن طريق ده مش عن طريق الديفولت العاديه، يعني دي اللي هتبقى ديفولت مش الثانيه الاساسيه. خلاص، واعمل سيف واعمل ايديت تاني بقى. ليه؟ لان احنا لسه مفيش الوان، الالوان المفروض تظهر فوق هنا. اعمل كده، اجيب بقى الالوان اللي انا عايزها. انا دلوقتي جبت بقى الالوان بتاعتي زي ما عملنا اول ما بدانا، اجي كده واقول له هات لي اللون ده، واجي هنا اروح قايل له هنا حط لي اللون ده. اول ما احط لون بيظهر لي فوق كلمه سيف، اروح اعمل سيف. انت بتجيب اللون تحطه هنا وتعمل سيف فيظهر هنا. طيب تعالوا نشوف بقى الالوان زي ما اتعودنا. هنيجي كده اللون اللي هو ده اللي شفناه ده، تمام، واجي اقول له اللون اهو، اروح اعمل له سيف، هجيب لي اللون التاني جنبيه اهو. تمام، شوف بقى الالوان اللي عندك كلها اللي انت عايز تحطها تجيبها من اي مكان. اللون ده واجي احط اللون هنا واقول له سيف اللون. في لون تاني او حاجه في اللون ده؟ انت المفروض معاك بيبقى في باليت الالوان جاهزه، يعني اذا كنت هتاخدها كده من حاجه حط مثلا الابيض والاسود، الابيض سيف والاسود ثلاث اصفار مثلا. لو عاوز تضيف بعد كده بقى اضيف. انا دلوقتي اخترت ايه البالت دي. خلاص، لما اجي بقى انا اعمل اي حاجه، جيت عاوز اعمل تعديل بقى يبقى الالوان دي تبعي كلها، هاجي على بي جي لايت. خلاص، اختار بي جي لايت، اي حاجه يا جماعه واخده بي جي لايت هقول اللون هنغيره بقى، وهيفتح هلاقي الالوان بتاعتي البالت بتاعتي، اقول له البي جي لايت اللي هي دي. خلاص كده احنا ظبطنا البي جي لايت. بعد كده الثاني بقى ده هقول له البيجي دارك اغيره لي يبقى ده. انا عايز ده يبقى لون معين زي ما قلنا، هقول له التايتل دارك ده هيبقى اللون بتاعه كحلي مثلا، الايه الدارك تايتل تايتل متاكد معلش عشان لخبطه. تمام، وهنا التايتل لايت، التايتل لايت هنخلي لونه ايه اي حاجه لايت من دول زي كده. خلاص، طيب كده يبقى احنا ايه بنتحكم في الموضوع بشكل اسهل في موضوع الباليتس بتاعت الالوان وهكذا. يعني ده سريعا، اتمنى يعني تكون الامور، يمكن احنا ركزنا اكتر النهارده على الكلاسز وعلى الالوان. انا وده بالنسبه لي هو المهم، يعني فكره الاستراكشر، انت لازم تتمكن من الاستراكشر بتاعت بريكس عشان تبقى بالنسبه لك فاهمها خلاص، انت عرفت هتبدا منين من الاول. مش همسك كل قسم واقعد اعمل له انا ستايلنج، لا، انا بدي ستايل واحد واروح موزعه على كل السكاشن. لو كل كونتينرز اعمل لهم ستايل، لو انا عندي اعمده اديها ستايل، يعني كل العناصر، النصوص، الباتونز، الباتون حتى، يعني الباتون خلاص انت تعمل شكل ثابت ولون ثابت وتدي له كلاس وخلاص على كده.
تمام. يعني انا دلوقتي لو جبت اي باتون، لان انت ممكن يبقى عندك اتنين باتون، باتون هيكون غامق وباتون فاتح، صحيح؟ فانا الباتونز عموما هيبقى ليها شكل معين ثابت اللي هو الجنرال، وبعد كده في الفاتح وفي الغامق. فانت عشان خاطر تبقى دايما برضو جاهز تحط الباتون على حسب اللي انت عايزه، هتيجي عند الباتون وتعمل له باتون جنرال مثلا زي كده، الحاجات اللي احنا بنعملها، والجنرال ده هتحط له اللي اوت مثلا، طول عرض حاجات زي كده، يعني 20 مثلا ده البادج خلاص. فانا عملته بادج. طيب بالنسبه للتايبوجرافي، التايبوجرافي النص، لون النص مثلا. طيب في ايه تاني ممكن نعمله؟ خد بالكم انا كل ده عامل الباتون جنرال فوق، عندي فيه البوردر عاوز اعمل له بوردر راديوس مثلا او حاجه زي كده، ممكن اعمل له 20 بيكسل راديوس من كل ناحيه بالشكل ده خلاص. فانا عملت الشكل ده هو الشكل الاساسي لاي باتون هيجي، وكمان تعمل الاعدادات بتاعته في كل الفيو بورتس. بعد كده هاجي بقى اقول له اديني بقى حاجه تانية اللي هو ايه، باتون دارك كده بقى. الباتون بقى ايه، انا دلوقتي هكمل عليه الحاجات، بس هكملها على اساس ان ده الباتون الدارك بقى. الباتون الدارك يبقى الباك جراوند بتاعه هيبقى دارك كده، والتايبوجرافي بتاعه هيبقى كده، ما لازم يبقى فيه نسبة وتناسب يعني. خلاص ماشي. بعد كده هاجي احط بقى ايه، واحد جديد باتون تحت النص ده خلاص. بعد ما حطيته هفتح على طول واقول له ايه، هات لي الباتون جنرال، جاب لي الباتون جنرال. بس انا هنا هغير اقول له باتون بقى لايت، كنا عاملين الدارك نعمل اللايت خلاص. طيب اللايت ده هيبقى عبارة عن ايه بقى، الالوان ممكن نعكسها او كده. يعني هاجي انا اقول له خلي ده بقى الباك جراوند بتاعته من الالوان بتاعتنا. انا كده شوف لما عملت البالت بقت سهلة، هعمل البالت بتاعتنا بالشكل ده، والتايبوجرافي بتاعنا هيبقى الغامق عكس بعض خلاص. فكده انا هروح في اي مكان بقى على حسب. لو جيت عملت سيكشن جديد، قفلت كده السكاشن كلها وجيت عملت سيكشن تحت كده، شوف بقى انا لما اجي اعمل سيكشن جديد الراحه اللي هنعملها. اول حاجه السيكشن ده انا عايزه يبقى ايه، انا عايزه يبقى زي اللي فوق لايت. يبقى اول حاجه السيكشن هاجي كده واقول له السيكشن جنرال، وهيبقى لايت، سيكشن لايت. فين سيكشن لايت؟ هنا بي جي لايت بس. خلاص خلصت السيكشن اهو، شوف السهوله. بعد كده احط هيدنج، ادي الهيدنج احطه هنا من افضل عشان يبقى مظبوط. وبعدين الهيدنج ده اشوف ايه الحاجات بتاعته، والله التايتل جنرال، وبعد كده احط له تايتل برضو يكون التايتل اللي هو التايتل، تايتل في تايتل لايت، لا التايتل مش لايت، دارك عشان يبقى غامق، تايتل دارك خلاص. عملت شوف بسرعه. طيب وهعمل باتون، هات الباتون بتاعك فين، ادي الباتون كده. الباتون ده انا عايزه الاعدادات بتاعته، هاجي اول حاجه الباتون جنرال فين اهو، الاعدادات العامه. بعد كده ده عايزه يبقى غامق، يبقى باتون دارك، وادي الباتون دارك بس كده. شوف انا عملت السكشن بسرعه زي اللي فوقيه من غير اي حاجه، واي تعديل هيحصل على ده انا عملته زي ده. اي تعديل لو جيت على ده التايتل دارك ده غيرت لونه، خليته يعني اللون ده تمام، هاجي تحت هلاقيه اتغير اللون ده. ليه؟ عشان انا عدلت على الكلاس ده، فهو اي حاجه عامله كده هتتغير تمام. هل في اي حاجه مش واضحه في الجزئيه دي؟ عندي سؤال يا باشمهندس كده، بس سؤال جنرال هيسرع الدنيا شويه. اتفضل. دلوقتي مثلا لو انا في تمبلت مثلا عجباني او شكل عجبني او حاجه، طب ما انا اصممه بقى من الاول خالص، اصممه من يعني زي من الجلوبال سيتنج مثلا، انقي الباليت وانقي مثلا مش عارف اللي هو العرض الويدث مثلا بتاع الكونتينرز وكل حاجه واظبطها، وانا احط الكونتنت في الاخر. مظبوط تمام، ما هو ده اللي بيحصل، هو المفروض كده على فكرة يعني.
هو احنا ليه عشان مهتمين بدل ما اقعد بالاستراكشر مثلا بالظبط؟ احنا مهتمين بالاستراكشر عشان كده. بالظبط، يعني بدل ما اقعد مثلا اعمل سيكشن سيكشن مثلا وكده، لا انا اخد مثلا نظره عامه على التمبلت او الموقع اللي انا عايز اعمل زيه، وابتدي اقسمه بالظبط مثلا السكاشن دي لونها ايه ودي لونها ايه والويت والكونتينرز وكده وخلاص، واظبط الدنيا وجاست بقى ايه اعمل بقى الحاجات دي كلها، احط الكونتنت بس. ده حقيقي هو المفروض. ولذلك انا لما جيت شرحنا قلنا ايه، قلنا احنا عندنا كام سيكشن، الالوان الموجوده شكلهم عامل ازاي، تاخد نظره عامه. النظره العامه دي هتخليك تحدد الخط، خد بالك الخطوط ماشيه مظبوط معانا، ده المنتصرات والنص ده اللي هو الاف تي مش عارف اس ريف ده ولا ايه، وتحط الخطوط، وبعد كده تعمل باليت الالوان طبعا والقصص دي كلها لو في كلاسز معينه. وانت من خلال نظرتك، ما انت المشروع المفروض انه قدامك مرسوم او متاخد كواجهه يو اي او حاجه، تاخد هتعرف انت هتعمل كل حاجه ازاي. الهيدنج عاوز منها مثلا نسختين او ثلاثه بالوان مختلفه، الباتونز عاوز منها حاجه كده وحاجه كده، ممكن حاجه ثالثه مثلا اوت لايند يعني تبقى حاجه كده يعني، تقدر تعمل بس وتجهز العناصر بتاعتك دي. انت عارفين انا في ناس بتعمل العناصر في صفحه واحده يعني، يحط فيها العناصر بكل اشكالها ويديها كلاسز، وبعد كده يروح للصفحات التانيه بقى يشتغل، والصفحه دي مساحه في الاخر، هو هنا بس بيحط زي ما احنا عاملين كده كل حاجه بيرسمها بالوانها وبيديها الكلاسز، يعني زي صفحه كده بيحط فيها الكلاسز بس، يحط العناصر ويظبط عليها الكلاسات وكل حاجه، وبعد كده يقفل الصفحه دي بيسميها دليل مثلا بتاعه او كده، ويروح الصفحات بقى يصمم يحط الكلاس خلاص وكده تمام. يعني هنا بس بيرسم شكل، مش شكل الصفحه، مش صفحه معينه، هو هنا بيحط بس النماذج اللي هو هيشتغل عليها ويديها الكلاسات على صفحه، وبعدين يقفل الصفحه دي ويمشي، ممكن يمسحها في الاخر. فاهم النقطة دي ماشية ازاي؟ نعم؟ بلو برينت زي البلو برينت كده، اللي هو ايوه بيتعمل زي بالظبط الماكيت كده، مثلا بتاع البيت. ايوه بالظبط بالظبط، هي بتبقى زي كده. هو بيعمل بيفتح صفحة بيقعد يعمل الهيدنج بتاعته، ويعمل الباتونز، ويعمل النصوص، ويعمل الخلفيات والسكاشن، ويعمل كل حاجة. طبعا صفحة ما حدش هيفهمها غيره يعني، حاجات مالهاش دعوة ببعضيها، بس هو بيعمل ايه؟ بيأسس عليها الكلاسات كلها بس خلاص، هو قفل، يروح قافل الصفحه دي ويروح بقى الصفحه الاولانيه، وتك تك تك ادي السيكشن الاولاني وادي الهيدنج وتك كله ورا بعضيه. وبعد كده لما يحب يغير في الصف الموقع ولا حاجه ممكن يجي هنا ويغير، يعني هو لو غير اي كلاس في اي صفحه هيتغير في الكل يعني.